أنا بسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى لافتتاح منافسات النسخة الثالثة لمسابقة البحرين للصقور والصيد التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والتي انطلقت من منطقة الصبخة المحاذية لقرية البحرين العالمية للقدرة، وتستمر منافساتها حتى يوم السبت الموافق 18 فبراير المقبل. وحضر منافسات المسابقة سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة. وأطلق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إشارة انطلاق منافسات اليوم الأول من الأسبوع الأول الذي يقام على كأس نجليه سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة، وهي عبارة عن صقر من نوع جير شاهين الذي حلق عاليا نحو إشارة البداية، واستطاع من خلالها الصقر إنزال الشارة إذانا بانطلاق المنافسات. وقد تابع سمو منافسات اليوم الأول والتي شهدت مسابقة الصيد بالصقور نحو الجيرات لمسافة 400 متر، وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لإحياء وتعزيز ثقافة الرياضات التراثية، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تهدف لترسيخ القيم والموروثات العريقة النابعة من تراثنا الوطني الأصيل وتعزيزها عبر تلك الرياضات بين الشباب البحريني والأجيال، والتي تسهم في زيادة الوعي نحو المحافظة على التراث الوطني. وأكد سموه أن المنافسة أثبتت علو كعبها وأصبحت واحدة من المسابقات الكبيرة ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على مستوى دول مجلس التعاون دول الخليج العربية، وذلك بما تميزت به من طابعها الشمولي باحتضان الشباب البحريني والخليجي في أجواء مهيئة تماما لممارسة أكثر من رياضة وفق لوائح وضوابط تثري المنافسة بين المتسابقين، مضيفا سموه أن المشاركة الواسعة التي شهدتها هذه النسخة من المسابقة ستسهم بشكل واضح في تحقيق المزيد من النجاحات لهذه التظاهرة الرياضية التراثية. وقال سموه: حرصنا على رعاية تلك المسابقات من خلال إطلاق شوط كأس خالد بن حمد للملاك وأصحاب الصقور البحرينيين وكذلك الأشقاء المشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل المساهمة في دعم جهود أخينا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتطوير وارتقاء هذه الرياضات. ومما لا شك فيه إن انطلاق كؤوس الأنجال الكرام في هذه المسابقة للموسم الثاني على التوالي جاء ليؤكد الخطوات الحثيثة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تعزيز ثقافة الرياضات التراثية لدى الأجيال، والتي سيكون لها بالغ الأثر في تنمية هذه الثقافة وتطورها بما يخدم ويحفظ استمرارها عبر الأجيال القادمة. وأشاد سموه بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة العليا برئاسة السيد خليفة القعود واللجان العاملة في الإعداد والتحضير لهذه المسابقة، متمنيا سموه في الوقت ذاته التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذه النسخة من التجمع الرياضي التراثي.
قام سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بجولة تفقدية للموقع بمعية السيد خليفة القعود رئيس اللجنة العليا المنظمة للمسابقة. التقى خلالها برؤساء اللجان واطلع على التحضيرات والاستعدادات لإقامة هذا الحدث. والتقى سموه برؤساء وأعضاء اللجان العاملة وبالملاك وأصحاب الصقور المشاركين بالمنافسات. وأشاد سموه بجهود اللجان التحضير المثالي لهذه المسابقة، كما وأشاد سموه بالمشاركة الواسعة التي تشهدها هذه النسخة، متمنيا سموه في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للمتسابقين بالمنافسات في هذه التظاهرة الرياضية التراثية.